لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سوق العلاف في حفر الباطن الآن، الله يعوضهم، الله يعوضهم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سوق العلاف في حفر الباطن، حريق هائل الآن اجتاح سوق حفر الباطن للعلاف للجملة، تقريبا أكثر من 30 شاحنة الآن، والدفاع المدني يحاول السيطرة على الحريق، ولكن للأسف الرياح شديدة الآن، لكن عسى الله يعوض المسلمين. يا رب علي له طريق ولي له يلحق على عمره، لكن عسى الله يعين المسلمين، عسى الله يعوضهم، عسى الله يعوضهم. الرياح قوية الآن، هذا تقريبا